أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها بالسجن المؤبد بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش المعروف بجزار البلقان، وكان قد حكم بتهم قيادة حملة تطهير عرقية في جزء من البوسنة لإقامة دولة صربية عظمى نقية عرقيا، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 100,000 قتيل ونزوح نحو 2,000,000 شخص. هذا وقال الدفاع إن القائد العسكري السابق لم يعترف يوما بذنب قد اقترفه. صرح قاضي المحاكمة ألفونسو أوريه قاضي محاكمة رانكو ميلاديتش أن المحكمة حكمت على جزار البلقان بالسجن المؤبد بعد إدانته بعشرة اتهامات بارتكاب جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الإنسانية. طلب الدفاع تخفيف الحكم على المتهم مشيرا إلى حالات متعددة قام خلالها ميلاديتش بحسن معاملة وتقديم المساعدة لبعض الضحايا فضلا عن شخصيته الحسنة وضعف قدراته الذهنية وتردي حالته الصحية وتقدمه في السن. ونظرا للأسباب المشار إليها عاليه فإن المحكمة تأخذ في اعتبارها كل الأسباب التي ساقها الدفاع لتخفيف الحكم عن الجرائم التي ارتكبها والمشار إليها سابقا، ومن ثم قررت المحكمة معاقبة راتكو ميلاديتش بالسجن المؤبد.